السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو شرح بسيط عن كيفية تشغيل الكمبيوتر أو المذربورد بدون الكيس. تأخذ اسم المذربورد وتحطه في جوجل، وبعدها تدخل على المذربورد نفسه. احنا هنا بنشيك بس على مكان الأون والأوف، التشغيل حق المذربورد. هو يجي معها الكتيب طبعا، بس ما أدري أصلا وين الكتيب. فتقدر ترجع للموقع حقها وتحصل تفاصيل المذربورد. أظن تروح لسبورت، تروح لداونلود ويندوز 10. تروح للمانوال، نروح اللي فيه عربي، أقرب لنا أوروبا، هذا بس التحميل، وتحمل الملف اللي يجي مع المذربورد. بعد ما تحمل الملف وتفتحه، تروح إلى المكان التشغيل وتطفيه. وين المكان؟ هذا هو، هذا السكشن، هذا اللي يبي لك تروح له. Connecting cables to internal connectors. تروح هنا، هنا مكتوب لازم تدور على شيء اسمه P plus P W minus. هذا اللي يشغل الكمبيوتر. هذا النقطتين هذه تدورها في المذر بورد وتشغل الكمبيوتر. طيب وين مكانها هذه؟ نروح المذر بورد ونشوف. هذا المذر بورد اللي بنشغلها، نفس اسمها موجود في الموقع، بحثنا عنها. تروح للكونكترز، الغالبية تلقاهم على الجنب، هذا هم. تدور على البي الماينس بي دبليو، ايش مكتوبه؟ ايوه هنا تحصلها، بلس بي دبليو ماينس، هذا اللي تبغاها. بس تلمس الكونكتر مع بعض راح يشتغل. جيب شيء غير موصل للكهرباء، يعني زي المفتاح مثلا، هنا جلده والحديده هي اللي توصل الكهرباء. بس تحطها بين الكونكترز البلس والماينس، هذا اثنين بس تحطها عليها، خلاص يشتغل. اشتغل الحين الكمبيوتر. هذا اذا ما عندك يعني كيس وبس تبغى تجرب ان شغال الكمبيوتر ولا لا. وبرضه تقدر تطفيه نفس اذا موجود في الكيس، تضغط على زر الباور مدة طويلة، ونفس الشيء في المذر بورد تلمسه مدة طويلة. تلقاها طفت. وهذا هو شرحنا اليوم، إن شاء الله عجبكم. إذا في أي استفسار أو سؤال في التعليقات إن شاء الله. أشوفكم على خير، وشكرا للمتابعة، ومع السلامة.